تحيي الفنانة لينا شماميان أمسية موسيقية ضمن حفلات مسرح مرايا في مدينة العلا الساحرة، وذلك ضمن فعاليات شتاء طنطورة. والجميل في أسلوب الفنانة لينا الغنائي هو مزجها للأنماط التقليدية للأغاني الشرقية من العالم العربي وأرمينيا مع الكلاسيكيات الغربية. يعني إحنا موعودين بأمسية فريدة من نوعها. للحديث أكثر عن هذه الأمسية يسعدنا أنه تنضم معنا عبر سكايب لينا شماميان. بس خلونا أول شيء نسالف أنا ومها. مها، شو رايك في المزج اللي سمعتيه قبل شوي؟ يا شوف، العلا الأمانة إلى الآن ما زرتها شخصيا، لكن قاعدة أشوف فيديوهات، أشوف الناس قاعدين يروحون، أعرف صحباتي كمان راحوا لها ويمدحونها مرة. يعني اللي يقدر يروح الحين، خصوصا يمكن عشان الجو زين فيروح. وكمان في حفلات قاعدين نشوفها هاليومين مرة حلوة، وخصوصا لينا يمكن هذه أول حفلة لها أصلا بالسعودية، صح؟ وراح تكون في العلا، فإحنا كثير متحمسين أنه إحنا نسمع منها تفاصيل أكثر. أهلا وسهلا لينا. يا هلا فيكم لينا. أول حفلة لك بالمملكة، كلمينا عن اختيارك للأغاني. أول شيء كتير سعيدة أكون موجودة معكم، كتير سعيدة أني اليوم بالمملكة، وأنه أول ما حط قلبي بالعلا، المدينة التاريخية العريقة اللي كتير غنية. الأغاني استوحيتهم من طبيعة مدينة العلا، اللي هي في شيء تاريخي، في شيء قديم، في شيء تراثي، ونفس الوقت في شيء معاصر. كل تيمة الحفلة راح تكون طريق الشمس، الأغاني المأخوذة من البلاد اللي فيها الشمس واللي فيها الخير. هي من الدول العربية والثقافات القديمة، وأكيد شوي أرمني، وكون المملكة فيها كتير جنسيات مختلفة، فكمان حبيت أني غني بعدة لغات بهي الحفلة. وإحنا كثير متحمسين نسمع ونشوف إن شاء الله حفلك هذا. أول شيء، بأي تاريخ راح يكون حفلك لينا، وتحضيراتك وتجهيزاتك لهذا الحفل، وليش سميتي أو ليش اخترتي اسم طريق الشمس؟ الحفل راح يكون يوم الجمعة القادم 10 ديسمبر بمسرح مرايا. اسمه طريق الشمس لأن تعرفي أنا جاية من سوريا، اللي هي كان اسمها بلاد الشام، اللي كان اسمها بلاد الشمس باللغات القديمة. وبحس الشيء المميز بكل المناطق العربية هو وجود الشمس. أنا حالياً مقيمة بين باريس والقاهرة، فباريس كنت أكثر شيء استفقده وجود الشمس. هذا الشيء خلاني أحس قديه منطقتنا متأثرة بهذا الشيء، وقديه النور بيضيف أشياء على موسيقتنا. نعم. وحبيت أختار من المناطق كلياتها، سواء من الخليج، سواء من بلاد الشام، سواء من مصر، في موسيقى راح تكون موجودة من كل هاي البلاد. لينا، شو رايك تسمعينا شوي كذا مقطع؟ أوكي، راح سمعك مقطع من أول أغنية بلشت فيها غناء، أسمر اللون. الأسمر اللون، الأسمر عمي تعبان يا قلب، أيوه رماني. الله الله عليك يا لينا، يعني ما شاء الله صوتك شجي وجميل، ونرجع نأكد إنه إحنا كثير متحمسين على هذا الحفل. المزج، يعني لاحظت عندك مزج بين الموسيقى العربية الأصيلة واللغة العربية الأصيلة والغربية. كلمينا أكثر عن هذا المزج، كلمينا. يعني ما هو سهل طبعاً إنك تمزجين الموسيقى الغربية مع العربية. أشهر أغانيك خلنا نقول اللي فيها هذا المزج أو الكومبينيشن الحلو. أنا خلقت بعيلة أرمنية سورية، يعني نص سورية نص أرمنية، فمن وقت اللي خلقت وعيت على الدنيا كان دايما المزيج بين الموسيقى الشرقية والغربية موجود. فهذا الشيء مع الوقت هو اللي انعكس على موسيقتي، هو اللي خلاني أحس أنه أنا بدي أطرح الموسيقى الشرقية بالطريقة اللي بسمع فيها دايما موسيقتي الغربية. كمان خلق هذا الشيء ب 2006، نزلت اول البوم، وكانت هي الصفه الاساسيه اللي فيه، اغاني تراث مطروحه بطريقه شوي جديده، فيوجن ممزوجه ما بين الشرقي والغربي. فبحس اليوم كلياتنا صرنا عايشين بين الشرق والغرب، حتى لما نكون مقيمين بالشرق فدائما في اشياء من برا بنتعلمها، في اشياء من برا بناخذها، بس بضل فيها الصفه الشرقيه هي الطاغيه،
وهذا الشيء نفسه كمان موجود عندي بالموسيقى. طيب لينا، كيف ممكن تشوقين جمهورك السعودي للحضور على هذا المزج الكلاسيكي مع البوب؟ يعني شوفي، هي بشكل عام الحفلات لما بعملها بتكون أكثر، ما بيكون في خشبة مسرح وحضور، بنكون كلياتنا موجودين على خشبة المسرح. بحب كثير إنه نشارك مع بعض، إنه الجمهور يشارك بالغناء، بصناعة الموسيقى، يحسوا حالهم موجودين معنا مع الموسيقيين. فبحس هي تجربة مختلفة كثير عن سماع الألبوم، وكثير على بالي أجربها لأول مرة مع الجمهور العربي. هل عندك أعمال حصرية بتقدمينها في حفل العلا؟ الحفل رح يكون موزع خصيصاً، يعني رح يكون معي أوركسترا جاية من مصر، رح تكون الحفلة كلياتها موزعة بشكل أوركسترالي. في كتير أغاني رح تتقدم أول مرة على المسرح بهي الحفلة، والتوزيع كله هو شيء جديد ومعمول خصيصاً لهي الحفلة. أكيد في مزيج من الأغاني القديمة اللي الناس بتحبها بتعرفها، وفي أشياء جديدة، وفي أشياء خاصة هون رح تكون بهي الحفلة. لينا نتمنى لك كل التوفيق في حفل العلا، واكيد متشوقين كثير انه احنا نشوف هذا الحفل، واللي بيحضر يعني ما شاء الله عليكم راح تستمتعون كثير في هذا الحفل. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير وبعدها مكملين.